أشهر، وذلك في بداية السنة 12 من البعثة من النبوة، جاءت حادثة عظيمة، حادثة لم تكن تخطر على بال، وذلك أنه في يوم من الأيام أرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء، ثم رجع إلى بيت المقدس إلى مكة خلال ليلة واحدة، بل في جزء من الليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أخذه من الحطيم وهو الحجر، وقيل أخذه من دار أم هانئ. على كل حال من مكة، خرج النبي من مكة رفقة جبريل، وجاء جبريل بدابة، وهذه الدابة يقال لها البراق، دون الفرس وفوق البغل، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تخطو خطوات عظيمة، كان خطوها عند مد بصرها الخطوة الواحدة. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة بجزء يسير، فوصل إلى بيت المقدس وربط البراق هناك، ثم دخل بيت المقدس وصلى فيه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال له جبريل إلى السماء الآن، فعرج به من بيت المقدس إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وصل إلى السماء الأولى، وذلك أنها سبع سماوات، وصل إلى السماء الأولى استأذن جبريل، استفتح، طلب الإذن في أن يفتح له باب السماء، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء. فالسماء لها أبواب، فاستأذن جبريل في أن يدخل إلى السماء ومعه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الملائكة مع سيد البشر يستأذنان. فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ جاء وقت محمد؟ أرسل محمد؟ قال: نعم. فرحبوا به ورحبوا بجبريل، ثم فتحوا الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى.